partir كانت منطلقة من مطار رواسي إلى مصر وقد فقدت وهناك مخاوف أن تكون هذه الطائرة قد تحطمت. المعلومات التي جمعناها لحد الآن والحكومة طبعا مع بالتعاون مع السلطات المصرية تؤكد للأسف بأن هذه الطائرة قد تحطمت هناك قرابة ستين راكبا وكلهم بما فيهم طاقم الطائرة والطاقم الأمني وبين هؤلاء الركاب هناك خمسة عشر فرنسيا وقد أخذنا كل الاحتياطات خاصة مع الأسر الركاب وهناك بعض ال... وقد تعاوننا مع السلطات المصرية أسر الراكبين ونحن متضامنون مع هؤلاء وهذه ليست اول مره تحدث مثل هذه الاحداث او الحوادث ولكننا ايضا من واجبنا ان نعلم ان او نكشف اسباب هذا الحادث وليست لن نستبعد اي فرضيه و أريد أن نضع كل إمكاناتنا خاصة السلطات اليونانية والمصرية وبالتنسيق بين الجميع لمعرفة أين تحطمت هذه الطائرة وإيجاد مثلا حطام الطائرة الذي قد يقودنا إلى معرفة الحقيقة وعندما نصل الى هذه الحقيقه سوف نخلص الى استنتاجات سواء كانت كان حادثا او اي فرضيه اخرى وقد تكون فرضيه ارهابيه وفي هذه المرحله سوف نعزز تضامننا مع العائلات وكذلك تكثيف البحث عن اسباب الحادث واعتقد او السلطات الفرنسيه بدات في ذلك خاصه الشركه الخطوط الجويه المعنيه وكذلك السلطات المصريه فقد تحرك الجميع وسوف نتوصل الى الحقيقه بالتاكيد الان انا هنا او اليوم فهذه انا اتواجد معكم هنا للمره الثانيه وقد حاولنا تقريب الاجال منذ ثلاث سنوات وكانت اخر جلسه في 2013 وبالنسبه لالتزامات البرلمان ولذلك العوائق التي كانت تقف امام التحقيق وهذه الجلسه تعني كل الجهات المعنيه لأن هذه السياسة قد تعيق التحرك إلى الأمام في المستقبل وهناك بالطبع نجاحات وهناك أما سياسة واستقبال المعاقين وكذلك في المؤسسات الدولة وكذلك في المدارس فهناك خصوصيات بطبيعة الحال وهذه المبادرات قائمة ولها نتائج أيضا وهناك أيضا تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني وأيضا واليوم سياسة السياسة الخاصة بالمعاقين أو ذوي الاحتياجات الخاصة يجب الاعتراف بمهارات والمعاقين و بخلاصة يجب أن نبني مجتمعا يحوي الجميع فالإعاقة ليست عائقا واليوم يتحتم علينا يجب ان نغير هذه النظره الى ذوي الاحتياجات الخاصه وهذا الاختلاف يجب ان ننظر اليه بايجابيه فالاعاقه يجب ان لا تجمد حركه المعاق بل بالعكس فهي يجب ان يتم وكذلك المشاركه بين الجميع للاحسن طبعا وطموحنا هو أن يصبح الشخص المعاق أن لا يكون لدي أمامه أي حواجز وهذا المبدأ أو هذه المبادئ كانت قد نوقشت في مشروع قانون في 2005 وما يجب أن نعمله اليوم هو أن نترجمها على أرض الواقع في عملنا اليومي خاصه من قبل الحكومه وهي مساله تهم جميع الوزارات ويجب العمل جميعا وفي جميع السياسات العموميه وهناك هدف الوصول وهي رغبه يجب ان تكون مبدئيه ويجب ان تظل مسألة ولوج المعاقين إلى المؤسسات الدولة يجب أن يصبح سهلا ويجب تبني سياسات واقعية